له، استسلم لأمر الله لقضاء الله، وقد بادر إلى الوصية إلى عمه. وصية لابد من وصية، لو لم يكن إلا الشهادتين وصية بس، أشهد أن لا إله، الشهادتين هذه وصية، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. على كل حال، فبادر إلى عمه بالشهادة، قال له: يا عم، الدنيا حياة وممات، وأنا أوصيك بوصايا، وكالشيخ لا تفجعني بالوصية، لا تفجعني، قال له: هذا حق. فبادر إليه بالوصية وأوصى، قال له: أنت أولى بي يا عم، أنت ولي أمري، إذا قضيت نحبي، غسلني، حنطني، كفني، صلي علي، ادفنوني عندكم بالحلة. القبر في الحلة إلى الآن يزهر. ثم قال: أقيموا علي العزاء. ثم قال: أوصيك باليتيمة، فإنها تفقد بهجة الأب. جبر خاطرها لب طلباتها وبتسأل، سليها بعد يا عم، سيرزقك الله هذا العام. شوف التنبؤ، حج بيته الحرام. تأخذ وياك البنت أمها وكذا، بتحج ويا بنتك، وهذه بعد الصغيرة بعد، خذها وياك، اردفها معك. وبعد انقضاء الحج، مناسك الحج، عرج المدينة لزيارة النبي، اللهم ارزقنا ذلك. أوصل هذه الطفلة إلى وين؟ أكو هناك دار مقابل المسجد النبوي. يقولون لما سمع بذكر، لما سمع الشيخ بذكر المدينة، أخذ يتفرس في وجه القاسم، يتفرس في وجه القاسم ويتأمل، يقول: بني لعلك هاشمي، يعني عندك صلة بمدينة الرسول؟ قال: بلى يا شيخ، أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، وهذه دار موسى بن جعفر، تحوي الأرامل والمساكين، خلت انضم وياهم. فبكى الشيخ وقال: وخجلتاه من موسى بن جعفر، وما عظم اعتداري يوم القيامة للنبي والوصي والزهراء. ما عرفنا، ما عطيتنا هالمعلومة في البداية. 4 سنوات، 4 سنوات القاسم وياهم، ما يعرفونه. عرف إذا واحد ما يعرف واحد، ما يعطي حقه، يجهله، لكن إذا يعرف لحل، ويجي واحد وجيه كذا، ما عرف، أنا ما أعطي تقدير ولا أعطي تحت، لكن إذا واحد يعرف يقول: لا، هذا فلان بن فلان، وعنده مركز منصب، يعني الآن تعطيه فعلا. هذا شيء استطلاع مثل ما يقولون. ما عرفتنا، ما كذا، قصرنا في حق. أخذ الشيخ يبكي وهو يقول، يطلب التسامح من ويعتذر من، قال لي: ما قصرت يا عم، هذا عملك يصلك إلى، يقربك إلى الرحمة الإلهية، ويشفع لك جدي وأبي، وأنا أشفع لك، أنت معنا في الجنة يا شيخ. ولا زال القاسم يوصي إلى أن حان حينه ودنا رحيله، ولبى نداء رب في مثل هذا اليوم وقاسم، وارتج الحي بأهله في مثل هذا اليوم، والعزاء يتجدد جيلا بعد جيل، وقاموا في مواراته إلى أن وسدوه الثرى، وقاموا عليه العزاء. كل الوصايا امتثل بها الشيخ، وأخذ يباري تلك اليتيمة، اليتيم الذي غيب أبواه تحت التراب. لما صار موسم الحج، عزم على الحج مع ابنته وابنة القاسم، أردفها معه. وبعد انتهاء من الحج، مناسك الحج، عرج إلى المدينة، وإذا بالطفلة تهتدي، وصل إلى المسجد النبوي، وإذا الطفلة تهتدي، ما يحتاج يسأل وين دار موسى بن جعفر، الآن راحت في التوسعة. أقبلت الطفلة إلى تلك الدار المعهودة، وقفت على الباب متحيرة مغبونة، وإذا بالشيخ يطرق الباب، هذه أمانة، يوصلها لهم، يعرفها. أخذ الشيخ يطرق الباب، فزعنا النسوة من الطارق. واحد يطرق الباب،
نبادر إليه منه، وإذا بالنسوة يخاطبنا الطارق إن كان نجي الواس، إن كان نجي الواس لا تهجم علينا. أنا وياك، إن كان نجي الواز لا تهجم علينا، هارون ما خلى ستر ورجال، كان نتوافد وقاصد آل عدنان، أهل العطايا شتتوهم عن هالأوطان، صدق لو نحلف لك ترحنا جيش نسوان، والضيف يبغى له رجال يضيفوا. أين رجالكم يا أهل البيت؟ قالوا ورجالنا فرت عقب موسى بن جعفر، أخفوا نسبهم وطلعوا هي مبهالبر، وإن كان عندك عن القاسم خبر يذكر وصل له خلى قبل موته يجي، وقل له ترمك خيم عليها حزنها، لجلك يا قاسم صار بس النوح فنها، وانتحلت الحرة وشاب الرأس منها، وعلى شوفتك متحسرة ديك الحنون. أم أم ما الحنونة ما تشوف الولد 4 سنين وش حالها؟ رحم الله من عبد الرسول السهلاوي، هذه أبياته. لما سمعها ظل يصفج بالأيادي، والدمع لو صاح ويلي بقلب صادي، انا ما هو جلواز ولا انا من الاعادي، لكن رسول لكم يا سادات المدينة، انا عندي امانة لكم، انا عندي لكم طفلة موصني ابوها، الكم اوصلها وجيت بها اخذوها، فتحوا لاجل الباب للطفل ورؤوها، قالوا دخبرنا منين الطفل لنا يا شيخ، واما اليتيمة واقفة وتلطم الهامة، دخلت وقالت لجدها مع السلامة، والتمن عليها الحراير واليتامة، جتنا المصيبة بهاليتيمة واندهينا. يا شيخ يا شيخ كيف هذه إلينا بيتنا؟ كيف تنتمي إلينا؟ علمنا عرفنا. كلما أراد أن يتكلم اختنق بالعبرة، لأنها يتيمة مكسورة خاطر فاقدة حنان الآن، ما قدر يوقف من بواجيهم والصياح، وركب ذلولة والدمع بالخد سفاح، وصارت الضجة من النسوة بالنياح، كل من تون من صوف والونة خفية، ولكنها شبحت عليها امرأة من النساء وشمتها وضمتها إلى صدرها وصرخت وقاسما، كيف عرفتيها؟ قالت تحمل شمائل ولدي، حبيبتي أين أبوك القاسم؟ ما أذل اليتيم، أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولم يرى مجيب. اللهم صل.